السلام عليكم. نعم، عليكم السلام، ارفع صوتك. حاضر يا شيخ، حضرتك تمام كده؟ الحمد لله اسمعك. تمام. في واحدة سيدنا كانت متزوجة وولدت طفلين وبعد كده طلقت بعد 6 سنوات، تمام؟ بعد كده أمها تقدم واحد لخطبتها فقالت لازم تقعد سنة وبعد كده تتجوز، فهو رفض، قال لها لا أنا عندي 3 عيال وهي عندها عيلين، فاحنا عاوزين نتجوز في أقرب وقت. قالت له كمان أنا عاوزة شبكة وعاوزة مؤخر، يعني رغبة في الأمر. المهم البنت ما عجبهاش الحال، سابت أمها وأهلها وراحت اتجوزته من ورا أمها، لأن قبل ما ده اتقدم لها واحد واثنين وثلاثة وأمها بنفس الشروط. فراحت اتجوزته، بعد كده أمها عرفت راحت عملت مشكلة واخد منها أولادها، والمهم إن هي طلقت في خلال سنة، تمام؟ طيب، جت دلوقتي بقى واحد عاوز يتجوزها، البنت رفضت إن هي تعرف أي حد من أهلها خالص، ليه؟ هي طيب شايفة السبب؟ السبب إن أمها لما عرفت قبل كده عملت ليها مشاكل لا يعني، وخلتها هل لا تقدم يعني البيت. اسمع، اصبر يا حبيبي، نعم اصبر اصبر اصبر، اسمع، انت عايز تتزوجها ولا ايه؟ بس ما تحل مشكلتك بالحسنى، قل صراحة انا اريد ان اتزوج امرأة مطلقة وامها ترفض، هكذا السؤال؟ هكذا، هكذا السؤال، والأمر حدث. والامر حدث. أنا عاوز أجيب تفاصيل بعدين لحضرتك. لا، ما انا هقول لك اجمال القول على اساس ما نضيعش وقت اتفضل. الناس من اجل زواجك وطلاقك. اذا كان اهلها يرفضونك انت لشخصك، فلا يجوز لها ان تتخطى اهلها اذا بينوا سببا شرعيا. اذا كنت فقير مثلا او انت من بلده بعيده، فمعهم حق فيما يقولونه. لكن اذا رفضوا كل الازواج، قالوا هذه المراه لن تتزوج، حينئذ إذا العصابات كلهم قالوا ذلك انتقل القول إلى المأذون، فيجوز أن يزوجك المأذون حينئذ إذا رفض أولياؤها وأعضلوها. طيب خلاص؟ باختصار شديد، عماها، قلنا عماها ونتكلم عماها، خلاص، ما قلت لك أهو، قلنا نتكلم إذا عماها. رفض الأولياء لغير علة شرعية انتقلت ولايتهم وزوجك المأذون، والسلام عليكم.